تحية سام جوينا وميزة نرى لهذا السام الذي ما زلنا محافظين على وقف خساره بالنسبة لنا زي آخر تحديث 12 جنيه ونص وحتى الآن بننتظر نشوف ردة فعل إيجابية هل السام عمل لنا قمة جديدة ولا هيكون صعود تصحيحي والأقرب إن إحنا قد نرى قمة جديدة إحنا قلنا إن إحنا بنصحح الموجة الثالثة الرئيسية بتاعتنا اللي بدأت معانا من دي المفروض إنها تنزل لحد مستويات ما بين 38 ل 50 إحنا رحنا لحد مستويات ال 61 فيبو ولكن احترمنا الحد الأول للقناه الصاعدة من الموجة الأولى وحاليا بنستهدف إيه؟ بنستهدف قمة جديدة لهذا السهم، القمة الجديدة دي ممكن تودينا لفين؟ هناخد القمة وقاع زي ما قلنا اللي تشكلت عندنا من الموجة الأولى والثالثة ونبحث عن مستويات 61 فيبو أول هدف محتمل بالنسبة لنا، هنلاقي عندنا مستويات ال 25 جنيه وممكن الموجة تتعاملك وتروح لحد مستويات ال 28 جنيه ونص، طيب هنعمل إيه ببساطة؟ زي ما قلنا في الفيديو التعليمي بتاع القنوات السعرية. إحنا مش ده عندنا قاع اتنين بالنسبة لنا وده قاع أربعة بالنسبة لنا هنسحب الحد العلوي للقناة على قمة الموجة وهنتسلل معاها لحين الوصول للحد العلوي للقناة وبعد كده نجنا أرباحنا ومسألة النظرة إيجابية والوقت في الخسارة بتاعنا عند مستويات ال اتناشر جنيه ونص مفهوش في الصاد وبالتوفيق.